يا صباح الفل على حضراتكم، صباح جميل يا رب، ويوم جديد مليان محبة ومليان خير. بصبح عليكم، بنستمر معاكم في حلقة جديدة من صباح دريم. إن شاء الله كل اللي عندنا النهاردة يعجب حضراتكم. كل يوم أفكركم بحاجة بسيطة لو ركزنا فيها شوية حياتنا تبقى أسهل. النهاردة أفكر حضراتكم ما تزعلوش وما تتصدموش. الحياة فيها حاجات كتير ممكن تزعلنا، وفيها حاجات كتير ممكن تضايقنا، وفيها حاجات كتير ممكن تفاجئنا. في ناس نعاشرهم نتفاجئ بيهم وبتصرفاتهم، في ناس نحبهم ويطلعوا مش قد الحب ده، في ناس نعمل لهم خدمات في الحياة ونلاقيهم ما قدروش الخدمات اللي احنا عملناها، مع أول فرصة جات لهم ادولك كتف في حاجة أو اشتكوا منك في حاجة أو راحوا عملوا معاك موقف مش كويس. في ناس كتير بتعدي علينا، في قرايب بنبقى واقفين جنبهم في افراحهم واحزانهم ونعمل لهم حاجات حلوه ونجري في مشاكلهم، ومع الوقت مع اول مشكله تبقى عندك تلاقي نفسك لوحدك، تقول طب فين الناس اللي انا كانت حواليا؟ فين الناس اللي كنت بخدمهم؟ فين الناس اللي وقفت معاهم في فرحهم او في عزاهم او في مشاكلهم؟ ما تلاقيش الناس دي موجوده. في الوقت ده احنا بنبقى في ازمه او بنبقى في مشكله، وبنبقى مش ناقصين ضغط اكبر من اللي احنا فيه. فبتيجي الصدمة دي تزود المشكلة اللي احنا فيها وتخلينا في ضغط عصبي وضغط نفسي كبير جدا. في الوقت ده لازم نكون مستعدين، لازم نكون مستعدين أولا لأن الحياة أول ما بدأت قابيل وهابيل أخ قتل أخوه، في جريمة حصلت أول ما وصل البشر على سطح الأرض. فلما ترجع كده بالتاريخ وترجع بالزمن وترجع بملايين السنين وآلاف السنين، تلاقي نفسك بتشوف على مر العصور وعلى مر الحكايات اللي بتتحكي لك صدمات، ناس اتفاجئت وناس اتصدمت وناس اتأذت نفسيا وناس حصل معاها حاجات هما ما كانوش يستاهلوها أو يستحقوها. من الحاجات دي ممكن تستفيد وتتعلم ان انت مع الوقت تحتفظ بطاقتك لنفسك، والطاقة دي اهم ثروة عندنا، طاقتنا اهم حاجة نمتلكها ما نهدرهاش. والحاجة التانية ان انت ما تتصدمش، ما تتصدمش من الناس اللي زعلتك، ما تتصدمش من الناس اللي ضايقتك، ما تتصدمش من الناس اللي خانت الامانة، ما تتصدمش من الناس اللي انت كنت معاشرهم سنين، صحاب رايحين جايين مع بعض ومع اول مصلحة سابك ومشي وجري، ما تتصدمش من ناس مثلا كنت طول الوقت واقف في ظهرهم واقف جنبهم تعمل لهم كل حاجة حلوة، ومع اول فرصة جات اتخلوا عنك وسابوك وجريوا على ناس تانية. في حاجات كتير كده بتعدي علينا، مواقف واحد تعاشره وتفضل تحكي له في أسرارك وتحكي له في حاجات، أول مشكلة بينكم يقول ده كان بيعمل وبيقول وبيخلي وبيتكلم على القصص دي كلها. ما تتصدموش، اوعوا تتصدموا في حد، حاولوا تكونوا أقوى من كده، حاولوا تكونوا عندكم إرادة أكبر من كده، حاولوا تخلوا الصدمات اللي في حياتكم قليلة، لأن صدمة ورا التانية ورا التالتة، والحياة مليانة صدمات ويا ما هيعدي علينا حاجات. كل واحدة من دول هتكسر فينا حاجة، وكل واحدة من دول هتتعب فينا حتة، وكل واحدة من دول هتاخد حتة من قلبنا وتوجع حتة من قلبنا وتقرصنا ونبقى تعبانين، ونلاقي نفسنا مع الوقت لسه صغيرين في السن لكن طاقتنا قليلة جداً، لسه العمر قدامنا لكن مفيش معانا إرادة تخلينا نكمل الحياة بشكل صحيح. اوعوا تتصدموا، اوعوا أزمات الحياة تهدكم، خليكم أقوى وما تتهزوش من أي حاجة ممكن تعدي عليكم. في مثل كده عندنا في مطروح نقوله يا جبل ما يهزك ريح، يعني أنت ثابت، خليك ثابت زي الجبل وما تخليش حاجة تهزك. كل الحياة اللي بتعدي فيها مراحل وحاجات وكل الحاجات اللي بتعدي عليك هي في النهاية هوا بيجي يعدي عليك وبيسيبك زي ما انت وبيمشي. لو انت قوي ولو انت عندك إرادة وعندك قوة هتبقى صامد، ومفيش حاجة هتوقعك ولا هتزقك ولا هتحركك من مكانك. القوة دي هتيجي بأن انت تحافظ على طاقتك، وأن انت ما تتصدمش، وأن انت ما تزعلش. ما تزعلوش وما تتصدموش وما تقلقوش، كل حاجة في الدنيا ربنا اللي ممشيها، وكل حاجة بتعدي علينا في حياتنا بتبقى حاجة صغيرة بيجي من وراها حاجة كبيرة وبتبقى حلوة. كل صفحة بتتقفل من حياتنا بنفتح بعدها صفحة جديدة، زي النهاردة كده احنا في أول اليوم وبنفتح صفحة جديدة ممكن نكتب فيها كل حاجة حلوة وننسى فيها كل حاجة وحشة عدت علينا. صباحكم يا رب كل قوة وكل إرادة وكل حاجات حلوة، بصبح عليكم وبستمر معاكم في حلقة جديدة.